إما يكبر، يا كاع تعبني، إذا فهمت عادة تغوص الصمود،
ولكن على حساب الصحه ديالكم، الا حسيتي بشي عياء ولا شي حاجه غتتصلوا للطبيب ديالكم المعالج. هي بصفه عامه باش نذكر حيت كاين الناس اللي ما حضروش في هذاك اللقاء ديال التعميم. بصفه عامه مرض السكري مرض مزمن ومرض ديال التغذيه، وكلكم اما تديروا الكينا او الشوكا او جوج، وكلكم خصكم تاخذوا واحد الدواء بصفه منتظمه. وتنعرفوا الان انه يعني المده ديال 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 الصيام هي تتعدى 16-17 ساعه على الاقل. ولهذا حنا تنصحوا ان جميع المرضى السكري اللي حضر دابا لي ما خصهمش يصوموا، لان اما تاخذوا الانسولين اما تاخذوا الكينو، وما يمكنش ان الانسان ياخذ الانسولين ويصوم، لان الانسولين تهبط السكر ويمكن تعطي الخطر. وما يمكنش انسان يكون حدا عنده الكينا كل 12 ساعه ولا جوج او ثلاث مرات في النهار ويمكن يصوم، لانه ديك الساعه غيتعدى الوقت ديالو يمكن يؤدي الى العواقب. ولهذا تنصحكم الله يجازيكم بخير انكم ما تصوموش. اللي فطر راه فطر، واللي صايم انا بالنسبه لي طبيا راه خصو، راه اليوم شي ناس اللي كانوا صايمين ما خصهمش يصوموا، راه تيشكو خطر على على الصوم. هذه من جهه، من جهه اخرى راه عندكم دابا الالاف اللي تيخصهم شويه ديال مراقبه السكري. ف بالنسبه للناس واخا الانسان تيكون تيفطر بعض المرات حتى يعني العادات الغذائيه تتبدل، لان انتم تلاحظوا لان بدا الانسان تيجلس في الطبله لا بدا تيكون شي حاجه، وتلاحظوا انه في العادات الغذائيه الانسان تيكثر السكريات والدهنيات في هذا الشهر وخاف وخمر السكر. اذا خصك ديروا احتياط، ثم اذا وقع شي حاجه يعني كبديتوا شي حاجه بزاف خصكم تراقبوا السكر، ديما تراقبوا في الصباح ومن الاحسن واحد الساعه ونص ولا ساعه ونص ولا ساعه ساعه بعد المغرب. اذا شفت طالع يعني تيتعدى قبل الفطور واحد غرام و 20 غرام و 30، او مر الماكله تيتعدى واحد غرام و 60 غرام و 70، فهذه مشكل صعيب وخصكم تعرفوا بانه اذا كان مشكل ديال الادويه الصحيه. اذا هذا هو المغزى علاش تعطيكم هاد الالات، والالات ضروريه لان الانسان باش يعرف راسو فاش كاين. بحال مثلا انسان بحال مثلا عنده شي سياره وما عندوش داك الطابلو اللي قبلتو السبوره اللي تبينو واش كاين الزيت واش كاين الماء واش كاين السخونيه واش كاين ليسونس واش ما كاينش. اذا الناس اللي عندهم انسولين اكثر اللي عندهم انسولين، ولهذا الجمعيه تتسبق الناس اللي عندهم انسولين تعطيهم المشافات اكثر. علاش؟ لان مول الانسولين خصو ضروري انه يقوم بهذه العمليه بزاف المرات، ولكن مول الكينا يمكن كاع يديرها مره ماشي مشكل، ولكن مول الانسولين ضروري. ما يمكنش نتصوروا ان شي واحد يدير الانسولين وما تيديرش المراقبه. وكلكم تتعرفوا انكم راكم متبعين في السبيطار الحومه، الدوله تتكفل مثلا بالانسولين، كلكم تعطوا الانسولين بفابور، ولكن الكينات مره ولكن الدوله ما تعطيكمش المنشفات والاله، ما عندناش الاداريات. هو باش نقول لكم اذا الحمد لله كاين الجمعيه اللي تعطيكم المنشفات، هذا دور الجمعيه تعطيكم المنشفات والالات اللي الدوله ما تبقاش تعطيها لكم. وهذا على كل حال بشراكه، الجمعيه تدير شراكه مع وزاره الصحه وشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه باش يمكن لها تمكن لكم بهذا الاله وهذا المنشفات. وشكرا دكتور. نعم. البارح انا عبرت السكر قبل الفطور كانوا عندي غير غرام و20، البارح قبل الفطور عبرت عندي 3.5 طلع لي السكر. كنت صايمه؟ صايمه وكملت النهار. ها النتيجه، هي كانت صايمه في النهار، كان في النهار قبل غير فطرات طلع السكر. علاش؟ لان الماء مفرغ. إذا ما خصوش تصوم. أنت ما خصوش تصوم. أي ما خصوش تصوم. السلام عليكم. من يا زينب؟ هيا 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 هذه اللي عطتها الصديق.
رئيس الجهاز السكري بغزة. كما تعرفون احنا في شهرنا مرة المعركة، وان المرضى ديال السكري ملتزمين باش يديروا المراقبة ديالهم، وهذا باش كلهم عندهم الآلة. حنا استدعينا ناس نساعدهم ونعطيهم المنشفات باش كلهم يراقبوا نفسهم ضروري. وهاد الناس اللي راه دار ارتاح عليهم، وشاهد الأطباء ديالهم يعني بفضل الجمعية داروا واحد التحية للشهور باش يحاولوا باش كلهم يصوموا أو مكلوش يصوموا. وحنا اليوم كنعطيهم باش يراقبوا المراقبة الذاتية لديورهم باش ما يتعذبوش ويعرفوا السكر ديالهم باش يتواجهوا ولا. هذا يعني عملية خطوط واحد مجهود كبير ودخل في إطار الشركة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع وزارة الصحة. فاش حتى تقريبا بالناس غادي يستافدوا، وبغيت نسالهم سيدك النشاط اللي قلتي لي غادي يكون عندكم كيفاش غادي يستافدوا؟ اليوم تقريبا 100 ديال الناس اللي حاضرين، وعلاش الجميع غيستافدوا 500 ديال الناس، الباقي غيستافدوا نهار 2 16 ونهار 3 17 كل يوم مشدعين رسميين باش يجي يحضروا. الناس اللي جاوا الرسائل ديالهم يجيو الاثنين اللي عنده 2 ولا عنده 3 باش ياخذ المنشفات ديالو باش تكون عنده استقلال ذاتي ديالو في دارو باش يقدر. شكرا جزيلا. المراقبة الذاتية. التليفون غريب.
الناس ما عندوش امكانيات باش يجرو باغا تخربوا الفوالور يروح الله يشترك أخويا شو الله يبعد عليك وانا حرام شو الله يعاوك أخويا الله يعاوك الله يخليك رجل الديار الله أكبر صافي بقى نشوف قلب عليك فرم عاوك أخويا الله أكبر الله هاد الماكينة سيدي عطاتها ليا الجمعية كنشكرها بزاف 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 كنشكر هاد الناس كلهم اللي كيساهموا في هاد الجمعية هادي كلهم هاد الناس هادو كنشكرهم. شنو عطاوك آخر اليوم؟ ها؟ مناش استفدتي اليوم آخر؟ مناش استفدتي؟ استفدت من التحاليل اليوم 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 لي بون بلي الخشيبات عطاوك الخشيبات ديال الماكينة بصح زين العابدين ما عندوش سراميل السلام عليكم زين 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 عطا عطا روح بسم الله على الكتابه بسم الله الفور بسم الله محمد الكماليات هاي نعم شيخ عنده رمد طيب عنده رمد ثلاثه طيب راه عنده رمد طيب هذا لا صافي كمل صافي راه باعكم هكا واش غادي نزيد شحال الحاج؟ شحال؟ 16 16 من كل شيء عندك الرامي عيسى نعوتي نقوطي على واحدة أخرى يلا على النار Thank you.